السلام عليكم. اليوم غادي نكمل لكم كي غادي ديروا تلصقوا هاد لزيز خاص كما وعدتكم في الفيديو. قلت لكم غادي نوريكم الطريقه كي ديروا تلصقوه. اول حاجه غادي تحتاجوا هاد الكولا هادي، وغادي تحتاجوا هاد لزيز خاص. انايا خدمت بالرول، راه كيتباع بالماط، ولكن الا كنتو غادي ديروا هاد الشبكه ضروري غادي تحتاجوا اكثر من هاد الرولو، تحتاجوا جي ثلاثه حيت كتاخد هاد الاخر. المهم اول طريقه غادي تشدو. انا اول انا راني باديه في الخدمه، غير بغيت نختصر لكم حيت الا جيت نوريكم من الاول ديال البدايه هادي يشد لي الفيديو الوقت وهادي يجي طويل حيت فيها الخدمه. هادي تشدوا الكولا وهادي ديروها غير بشويه على هداك الخط اللي مرسوم، راه باين. وهادي تسدوها باش ما كتبردش وتصرح، يعني ملي تكملوا تسدوها بحال هكا، راه كيبان لكم يكون واضح كتكون فيه الكولا وكيكون خط. كتشدوا لي زيستراج بحال هكا وكتحطوا على داك الخط وكتضغطوا وكتبقاو غاديين هاكا معاه. كتقطعو على حساب حداش وقفتو، تخليو البلاصة ديال الخياطة. تجيو عتانيك لهاد الخط. انا باش غادي نوضح لكم مزيان، هذا دابا راه لصق، نحاول نحيدو. نعاود لكم صافي، كديروا هكا الكولا في داك الخط. حاولوا ما تقيسوش الكولا في مشي جنب ولا غصهانيش، تجي الكولا في داك الخط اللي مرشوم باش تجي عليه لي زيستراس، وما تكتروش منها، غير نقطة نقطة راه كافية. حيت هاد الكولا نتبهوا لا تقيسوا بها التشوب، راه شويه صعيبه ما كتبغيش تحيد من التشوب. صافي، من بعد كتجيو لهاد المربعات هادو اللي راهم هنا. انا راه باديه فيهم، وكديروا الكولا في المربع نفس الطريقة. وكتحطو في نفس الخط. طبعا هادي غير كتلصقوه باش كيعاونكم، يعني يسهل عليكم الخدمة بلاصة ما تغسكم تبقاو تلصقوا بالخيط والإبرة. هذا غير باش كتحاولوا انكم تلصقوها تكملوها، ومن بعد كتوليو تعاودوا بالابره والخيط. ملي كتوليو تعاودوا بالابره والخيط كيسهل عليكم الخدمه.
نتمنى يكون هذا الشيء واضح وباين لكم. كتبقاو غادينا مع نفس الخط كتقطعو، هادي غير باش غير كتحاولوا تلصقوهم. من بعد ما تكملوا كما هنايا كما هادي، من بعد ما هادي تكملوها كامله هكا، هتشدوا الخيط ليبرا وهتبقاو تعاودوا فوقهم باش ما يطيروش من بعد مع الصابون. مع انا مني غادي نكون نخدم غادي نوريكم، حيت راه خدمه ديال الشبكه شويه صعيبه وكتشد الوقت، راه ماشي ساهله خاصها تماره. صافي كما شرحت لكم بقاو غاديين معاها كما راني نشرح لكم هكا. ديروا الكولا ما تكتروش من الكولا بزاف باش ما تسيحش على الثوب، راه ما كتحيدش اكثريا قطيفه. هذا الشيء اللي كاين كما شرحت لكم، من بعد كتسدوا هاد الكولا باش ما تقصاحش. كي تخدموا وتكملوا سدوها، راه كتقصاح وتخسر تبرد. كما هنايا بحال دابا هنايا راه ملي كتكوني تلصقي كتبقى يعني ديري له هكا غادي يتحيد، ولكن من بعد ملي كتبرد هي بوحدها غادي تلصق، واخا تبغي تحيديه ما يتحيدش. هذاك الشيء انا كنستعمل هاد الكولا كنبغي نلصق بها هاد لي زيستغات، كيعاونني في الخدمه اكثريا. بحال هاد الشبكه فيها الخدمه وفيها التقطع وفيها بزاف، كاين اللي كيدير هنايا بلاصه هاد الطريقه اللي وريتكم هنايا ديال المربع، كاين اللي كيختصر كيديروا مهرس بالمهرس، ولكن انا فضلت نديرو كامل بلازيستغات ماشي المهرس. المهرس غادي نخدم به هاد الجوانب اللي راهم هنا خاويين، غادي ندير لهم رشمه باش يجي الصدر هكا عامر ويجي فيه منظر زوين واش ما تكون زوين. هاد الشيء اللي بغيت نقول لكم، ونتمنى يكون الشرح واضح. من بعد صافي كما قلت لكم هادي تجيبوا هذا زيتراس وهادي تديروا هذيك الكولا وكتبقاو غادي مع مربع 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 حتى تكملوا وصافي. هاد الشيء اللي كاين وكما وريتكم في الطريقه غادي تبقاو تخدموا الكولا، تبقاو تخدموا بالسياج، داكشي يجي متقون وتجي الخدمه متقونه وما يبانش حتى شي عيب. وهذه تجي بحال هكا، ومازال انا هادي عاد نجي نزيد نكملها ان شاء الله، وكي نكملها غادي نوريكم النتيجه النهائيه ديالها.